محمد ماجد، عفوا ان احنا اخرناك معانا. الله يخليك. اصبح مؤكد خلاص غياب عمرو زكي، لكن عايزين نعرف ما وصلت اليه حاله اللاعب. ايه ما عرفش السبب فيه؟ ما وصلت اليه حاله اللاعب عمرو زكي. عمرو زكي الحمد لله هو شارك في ماتش الحدود، كان حاسس بسد في العضله الضمه والعضله الفقريه. نعم. احنا جه قال لا انا كويس، اتمرن تمرين اول يوم، اول بيبقى ثاني يوم المباريات بتاعته بيبقى يعني تمرين لايت خالص. بعد كده حس بيها ففضلنا ان هو يرتاح ما يكملش التمرين، وقاعد معانا بيعمل جلسات. نعم. وبيعمل تقويات وبيعمل وياخد علاج دوائي وبيعمل كل العلاج اللي ممكن يتعمل بره، بس احنا مفضلين ان هو يخليه معانا عشان يعيش جو ويعني يبقى قاعد في جو ملائم علاجي. نعم. اكتر منه مشاركه للمباراه يعني. نعم. هو خارج المباراه. نعم. لكن هو بيتعالج بدل ما يبقى بره يتعالج يروح ساعه النادي ويرجع ويعمل التفريغ، فاحنا مخلينه معانا. كابتن حسن قال لا خليه يتعالج عشان يرجع النادي ان شاء الله سليم 100%. نعم. او اذا كان فاضل حاجه بسيطه للاستشفاء بتاعه في النادي بحيث ان الماتشات الجايه يخش يشترك فيها على طول. نعم. دكتور احمد، يعني هل حاله عمرو زكي من المتوقع ان تسمح له بالمشاركه في مباراه الزمالك بالدوري او من الاحد المقبل؟ انا حددتها له من 10 15 يوم. نعم. فربنا يسهل ان شاء الله ويكمل علاجه مع النادي ويشارك. يعني انت تنصح ب 10 15 يوم يعني لن يلحق بالمباراه، انت تنصح باراحته افضل؟ إيه؟ مباراه ايه؟ بتروجيت والزمالك يوم الاحد المقبل. يوم الاحد المقبل؟ نعم. لا ما اظنش انه هيلحق. يعني انت تنصح انه يستمر في العلاج عشان خاطر يشفى تماما. طبعا يشفى تماما.